مادام الناس لليوم على الحرية صايمة، ناخذ ستيل ونكتب دستور المقاومة، دستور خدامة المناجم في الرديف، مش دستور حكومة تشد اللي سيجار وتكيف. خاطرنا ولاد الحامي حشاد والدغباجي، لن نرضاو بتجار الدين ولا بالباجي. من المؤسسين تاع كلام شارع انا وصديقي مجد مستوره. كلام شارع اللي بدا في جويلية اللي فات نهار 25، وعملنا برشا عروض يعني في تونس العاصمه، في قليبيا، في منزل عبد الرحمن، في بنزرت، في الرقاب، في المستير، في جرجيس، ونشاركوا زاده في ملتقيات كيما الفورم سوسيال. يعني الاهداف تاع كلام شارع كونه الكتيبه تكون بالتونسي، ونقوموا يعني بالحلقات نتاعنا في الفضاء العام، ومش في الاطر الكلاسيكيه اللي نعرفوها في دور الثقافه وغيره. نهز راسي نغصب له، نقول له من كذبكم القمره قريب تطيح كاني شاده في نسمه. شاده تاغوتي طالب بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، نغني في جروب نوفو سيستيم، هو جروب انجاجي يغني على اللي صاير في البلاد، توسكي بوليتيك سوسيال. هذا برشا عباد كانت تلعب موسيقى اندر جراوند، برشا عباد اللي كانت ما تظهرش في الميديا، برشا عباد كانت تلعب في موسيقى وكلكوزان، معناتها عندهم العباد اللي يعرفوهم واللي يمشيوا للكونسيرات صغار زاده. توا فاق كبيره وباهي انه اليوم معناتها مع الفن الكوميرسيال، مع الشيء انه بون الجو اللي تحبه الاغلبيه، معناتها الجو الشرقي ولا مزود الحاجات اللي تمشي مع الجو. فما عباد اليوم تقول في كلمه، فما عباد اليوم تحكي على كل نهار يتعدى، وهذه حاجه مزيانه. معناتها انه بالنسبه لي انا الفن يضمن لك مده معينه من الحريه. بالنسبة للفن ما يعبر عنه بالاندر جراوند كان في تونس قبل، ما نحبش نستعمل كلمة ثورة، خليني نقول الانتفاضة. قبل الانتفاضة كان حكر على مجموعات قليلة، معناتها بالنسبة للمستهلكين بن ظفرين، بدا ينتشر أكثر وقت اللي ولد فما سهولة من خلال الانترنت، انتشر كثير من الانترنت لأنه كانت وسائل الإعلام الرسمية ما تعديش شيء هذا، فكانت الإنترنت هي أسهل طريقة أنه ينتشر شيء هذا. ففي العشر سنين الأخرى نجم نقول لك بدأ يأخذ في حجم أكبر فأكبر من عام لعام، وأنا شخصيا مقتنع أنه من أهم الحاجات اللي حضرت هالشبيبة هذه للثورة هذه.